لم تكن الحاجة إلى ماء صالح للشرب وحدها وراء إنشاء فسقية الأغالبة في مدينة القيروان قبل ما يزيد عن 11 قرناً. هذه البرك بتفاصيلها الهندسية المميزة أرادها الحكام الأغالبة الذين حكموا أجزاء كبيرة من شمال إفريقيا أن تبقى شاهدة على مرورهم من هنا، لكنها تبدو اليوم وقد تحولت أرضها إلى مرعى للحيوانات إضافة إلى تراكم الأوساخ بها، وكأنها تصارع من أجل المحافظة على موقعها ضمن التراث العالمي. المعلم في حد ذاته صلب ومتماسك، وهو قد عرف عديد الترميمات منذ ستينات القرن الماضي، ولكن في الحقيقة كثيرة هي الانتقادات حول وضعية هذه البرك الأغلبية في هذه الآونة، نظرا معناها كثرة الملوحة التي تتهددها، وكذلك الارتفاع نسبة معناها المائدة المائية والتي جعلت منها معناها مصدر خطر حقيقي. الصمت على ما أصبح عليه هذا المعلم التاريخي يجعل استفسارات الأهالي والباحثين تبدو ملحة حول تنفيذ المخططات التعاونية والمحلية لترميم البرك المحيطة بالفسقية. العديد المشاريع التي نشرف على إنجازها على المستوى الجهوي أو التي تم المصادقة عليها في إطار ميزانية الدولة لسنة 2014، وكذلك بالإضافة إلى مشروع إحداث المنطقة السياحية. لا يعكس الحال الذي تبدو عليه البرك الأغلبية في مدينة القيروان اليوم مكانتها التاريخية المهمة، وهو ما يتطلب مزيدا من العناية والاهتمام من طرف السلطات والسكان ليستعيد هذا المعلم التاريخي موقعه المهم. ميساء الفطناسي، الجزيرة، من مدينة القيروان بالوسط التونسي.